ما كان لا كورونا لا والو، الحمد لله الرحمن في الله سبحانه الا هو، الله يرحمنا وصافي ولله الحمد. ما كاين حتى شي حاجه، الناس ما خايفين ما والو، كل شيء عند الله قريب الحمد لله، وربي حافظنا ولله الحمد الله وملك الحمد. مش حاجه في هنا الحمد لله، والدنيا حلوه والبلد خاليه من اي حاجه والواحد ما بيخافش من حته ان حد بيعطس او كلام من ده، لا الدنيا امان ما فيش مشكله خالص، وربنا يحفظها البلد ان شاء الله. فانا مصري وقاعد هنا، بس ما شاء الله يعني البلد جميله ومفيش كلام من ده خالص، وربنا يحمي المسلمين يا رب ويحمينا كلنا بحاجه جنب يا رب. كاين حتى مشكل، الحمد لله ما كاينش شي حاجه اللي كتخلع، الامور تحت السيطره كما تيقولوا، نطلبوا الله الخير لهذه البلاد الحمد لله. الحمد لله كنشوفوا عدد المصلين يعني بهذا الكم تبارك الله، يعني واخا هذا المرض ديال كورونا يعني منتشر والناس متخوفه منه، ولكن الحمد لله كنشوف واحد الاقبال على المسجد وما كاينش التخوف، والحمد لله الله يحفظ لنا البلاد ديالنا والله يعافينا من هذا المرض هذا. كنت خايف واصلا نسيت كورونا اليوم الجمعه، نسيت كورونا كاع ما عرفتش. لا ما كاينش خوف، ما كاينش خوف، يعني ما كاينش واحد الحده في المغرب بحال الدول الاخرين كما طرا في العالم الاخر، يعني الاصابات في المغرب شويه قلال، ما كاينش بزاف يعني الاصابات مازال ما كاينش الخوف، ذاك الخوف اللي يعني اللي نخافوا منه ما كاينش. اسيدي الله يحفظ لنا البلاد ديالنا، عندنا الاطباء، عندنا الدوله ديالنا قايمه بالواجبات الحمد لله، ما خفنا والو، عاش الملك.